Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم من جديد في حصه جديده من برنامج التحرير في دافتكم. نحل اليوم على شخصيه فذه، شخصيه معروفه بجديتها وبكفاءتها قدمت الكثير وتركت الاثر الكبير. نتحدث اليوم عن شخصيه في مجال التربيه والثقافه والنضال السياسي والإدارة هذه الشخصية كما أسلفت تركت الأثر الموجود الآن في المؤسسات التي كانت تديرها وفي ربما الأجيال التي درستها هذه الشخصية نتحدث اليوم عن الأستاذ العلمي الزغدي أهلا بالأستاذ العلمي ومرحبا بك كرنا ضيوف عندك اليوم إن شاء الله أهلا وسهلا الشيخ أحمد وبضيوفك فأنتم في بيتكم يا ضيفنا لو زرتنا لو لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل اهلا بكم ومرحبا بكم نريد ان نعرف عن هذه الشخصيه التي تركت اثرها في قطاع التربيه وانت معروف بنزاهتك بوطنيتك بنضالك في هذا القطاع وتركت الاثر الطيب من خلال الاجيال التي درستها او من خلال المؤسسات والاثر الطيب الذي وضعته في هذه المؤسسات من حيث التنظيم من حيث التسيير سواء تعلق بالمؤسسات التربويه او تعلق بمديريه التربيه وانت كنت رئيس مصلحه مهمه فيها جدا. نريد ان نعرف البدايات ونعرف القيم التي تربت عليها هذه الشخصيه ونريد ان نعرف ملامح هذه الشخصيه ومحدداتها التي ربما نمت في كنفها هذه الشخصيه. لو تحدثنا عن العلم الزغدي الطفل، علم الزغدي البدايات، والطفوله والشوق الى تلك المرحله. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا اخي احمد ومن خلالكم اشكر هذه القناه قناه تحرير التي اتاحت لنا هذه الفرصه ربما لنتكلم ونحن في اخر مشوار حياتنا مازال خير وبركه على 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 بعض ما قدمناه في اطار التعليم بصفه عامه وإلى كل المستمعين والمتتبعين لهذه الحصة نشكرهم على المتابعة. طبعا الزغد العلمي هو إنسان عادي ولدت بأم العرائس تونس سنة في 31/12 1955. طبعا أم العرائس هي معتمدية تابعة لولاية قفصة. تقع غرب قفصة نعم. شمال غرب ردي في المتلوي وعلى الحدود الجزائرية ببير العاتب طبعا ولدت هناك ترعرعت هناك طفولتي تقريبا لما بلغت ابن عمارة الزغدي بن محمد العيد بن أحمد وأمي شاي أساسية تربيت في أسرة محافظة الاب شاعر معروف الاب شاعر طبعا وشارك في عده مهرجانات وكان شاعر يعني حتى من كان في تونس وجاب قصائد على الثوره في تونس وشارك في المنظمه الوطنيه لحزب والمت... جبهه التحرير طبعا في حدود خمس سنوات درست القران في مسجد السوق في الكتاتيب في نزله سوافه بيوم العرائس عند الامام التجاني عبد المجيد تابع للزاويه التجانيه وطبعا تاع البياضة العيد آه. آه. ثم التحقت بمدرسه خاصه لان والدي رفض باش نكونوا في مدرسه تونسيه ورفض ايضا باش نكونوا في مدرسه تابع لجبهة التحرير يعني فرنسا. لا هذا في العرائس يعني كان معلم من واد سوف يقول له مياسي صادق يدعى مياسي محمد بعد الاستقلال لما جاء حكم مدير هنا في ميدا اللي قدام نعم ابتدائيه ميدا كان مدير كان يسموها صن... في نعم. نعم طبعا كان مدرسه خاصه وكان معجب به وبكفاءته يعني أبا إلى ندرس هناك بالدراهم يعني بال نعم بالأجرة أنا وأحمد أخي درسنا درس سنتين 61 62 62 63 في المدرسة هذه الابتدائية مدرسة خاصة ثم في 63 رجعنا إلى ال... يعني بعد الاستقلال بسنة رجعنا إلى الوطن. لأن... لأن الوالد رفض باش نرجعوا في 62 نظرا ما زاد حالات استقلال وفوضى وكذا آ... يعني حبنا نلحقوا بعد سنة مازال <مزاردة> يستقر بعد. ما الوضع بعد. بعد نعم. يستقر الوضع داخل البلاد. <مم> آه وهو ثاني قال نلحق بعد سنه اخرى لما تروحوا وتستقروا نعود نجي لان على بالك كاين بطاله وكاين كذا في الظروف. هو سبكهم وبعد لحق هو. وبعد سنه لحق هو. مم. طبعا سنة 63 64 كانت سنه بيضاء ما فيهاش دراسه لان فيها الرحيل. إعادة المهاجرين كل اللي في تونس وكذا كل الرجوع إلى البلاد بعد الاستقلال يعني هك السنوات 63 64 كانت كلها تاع رجوع من الهجرة في 64 تقريبا دخلت مدرسة ابتدائية بالعربي تبسي برقيبة تسمى مدرسة القاعدة قبل كانت تسمى مدرسة رقيبة سوف يكون ديريقيبا سوف هكذا درس سنوات الابتدائي ثم في الاثنين في 69 نجحت في الانتقال الى التعليم المتوسط من التعليم المتوسط في 72 انتقلنا الى الثانوي المتوسط وين درست في الواد درست في بن الواد بن بديس الواد في 72 انتقلنا الى ثانوي جا ثانوي ورقله لان الواد ما كانش ثانويه وقتها كانت تقول تورقلا كانت تقول تورقلا حنا قسمونا بين طلبه وتوجهوا تلاميذ الى ثانويه الامير عبد القادر بتقرط والاخرون الى ثانويه ورقلة وكانت هذيك اول سنه تفتح فيها الثانويه بورقلة علي ملاح انا اعتقد الان تسمى علي ملاح نعم يعني درسنا فيها حتى الى قسم البكالوريا لو تعطيني شهادتك عن هذيك المرحله في ابن بديس التلاميذ الذين درسوا معك الطلاب المعلمين او الاساتذه الذين درسوك هل ما زالت الذاكره حيه في هذا الجانب؟ طبعا نحن في التعليم الابتدائي <applause> نعم التعليم الابتدائي وحتى المتوسط التعليم الابتدائي اغلبها كانوا معلمين فرنسيين وبعض المعلمين الجزائريين في اللغه العربيه <applause> يعني اللي درسونا الفرنسيه كل كانوا كانوا فرنسيين تتذكرهم <applause> شويه مسيو كان كاين مسيو بازير كاي اخر من كونين يقول له احمد هناك نسموهم حميد يعني ما ما بالفرنسيه نعم. والمعلمين اللي بالعربيه كان فيهم زبدي زبدي صالح وزوجته زبدي خديجه ايضا الشيع بن سالم مازال موجود الى حد الان مفتش كان مفتش متقاعد الان كان مفتش بجامعه وشمسه بس ايضا كان معنا حتى في ام العرايس لأن أغلب اللي جاوا جاوا قريب فيهم العرايس نعم. وما نعم. كانوا متكونين فيهم نعم. العرايس في المهجر. آه هذا من اللي قروني في التعليم الابتدائي. في التعليم المتوسط آه في اللغة العربية كان آه الشيخ بصباع عمار. آه كان سيحساني حساني. مم. كان آه سيقروي قروي. آه الرغي نعم. هاك الرعيل الاول المدرسين الرعيل الاول نعم. اللي بداو في نعم. في الرعيل ما شاء الله خرجت على يديهم اطارات كبيره وكان في البدايه بدايه السنه العام الاول والثاني تاعنا كان المدير هو مسيو كوشوا كان كوشوا نعم. كان مسيو كوشوا ومن بعد ولاو جانا مدير من من الاغواط ومن بعد العام الاخير كان سي حموده حموده مداني سي حموده نعم. مداني نعم هذا العام الاخير صحيح وبالتالي القرون الفرنسيه كلهم اغلبهم كما قلت لك قرة يعني فرنسيين حتى في المتوسط ومرحله الثانوي في ورقله مرحله الثانوي في ورقله كانوا فيهم مجموعه من من غرديا. كان فيهم استاذ واحد من الواد يقول سي لامين مناني كان في بداياته وقت اللي جانا ثم كانوا يقروا فينا اساتذه عراقيين سوريين هذا من اللي درسونا في في ثانويه ورقله وتولى عليها مدير من واد سوف يقول لها عباسي ولا قبله لا وراح راح شد المكتبه الوطنيه ل نسيت الاسم تاع المكتبه الوطنيه هو كان متزوج واحدة مصريه وجاب منها عندها منها بنت ممثله بدها مكي بدها مكي سي احمد مكي هي. ومن بعد زوج ولد احمد مكي واناس مكي الممثلتين ممثلتين يعني مشهورتين في نعم كان مدير علينا ورقلة وربما اناس مكي ولدت في ورقلة. كان مدير علينا ايضا نعم. في في ثانويه ورقله بعد راح للإمارات هو ومن بعد راح رجع الامارات وكان مشرف على اكبر مكتبه اظن وطنيه نعم ثم. حتى في الامارات اشرف على المكتبه أه. الكبيره طبعا بعد ما كملت الدراسه كاين سنه في كملت في 75 مم. 75 76 شديت متع... متعاقد كمساعد تربوي في متوسط المباديس من, من الثانوي ذهبت مباشره من الى مش... العمل العمل السنه هذيك مم. من بعد التحقت بالمعهد التكنولوجي للتربيه ابو بالجزائر العاصمه مك... كملت الدراسه ثم اللي تخرج كاستاذ تعليم متوسط والحمد لله تخرجت يعني بامتياز كنت ثالث على مستوى الدفعة. الدفعه على مستوى الدفعه تاع الادب العربي مم. كنت انا ثالث و... والحمد لله تكوننا تكوين يعني ممتاز. بحيث من بعد انا نشوفه بعد ما تخرجت ودرست سنه وترسمت يكلفني المفتش العام وقتها من قسنطينه باش نقدم ندوه في بسكره وقت اللي كانت ولايه بسكره مم. هذا تقريبا في 77 كانت الوقت تبع ولايه يعني اول ندوه مم. نقدمها كمؤطر ومزلت يعني شباب مازلت شباب في, في بالنسبه للاساتذه ككل وليت بسكره كامل، الواد وبسكره. مم. من بعد تحط كما قلت لك وتخرجت بديت في العمل. إذا هذه هذه مرحلة مفصلية. هذه مرحلة الدراسة. مرحلة مفصلية، الدراسة الآن. نضيف لها شيء آخر سي احمد. تفضل. وكنت أنا وياك طلبة فيها، مم. يعني بعد ما في سنة 2003 التحقنا بالجامعة الليلية. وكملنا الدراسة في علم النفس مم. مم. والتوجيه التربوي. هذه مرحلة مفصلية. بين الدراسه واليوم راك تدرس بدايه مشوار دراسي او مهني طويل لو تحدثني عن المسيره التي شكلت الشخصيه العلم الزغدي كمربي وكاطار داخل قطاع التربيه وكل المراحل التي تجاوزتها في هذه بهذا في القطاع الكبير والحيوى والاستراتيجي والله انا من الصغر كنت كنت يعني معجب بالمعلم لانه نعم. كان المعلم كان هو النموذج عنده جدا. عنده عنده هبه وعنده شخصيه وتشوفها مثلا حتى في السنوات اللي ما صح. في سنوات الستينات كان المعلم يدير الكرافات وكان المعلم يلبس وكان والناس معناها معجبه بي كنت نتمنى أن يكون معلم نعم بحيث حتى كي كنت صغير كنت في الممشى تاع المدخل تاع المنزل ديما نجيب اصدقائي الاولاد وكذا وندير عليهم معلم نعم. ونتمنى أن يكون معلم كنت تحاكي يعني كان, معلم. كان 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 الهدف تاعي هو اني يكون معلم نعم. يعني من الصغر هذا هو الهدف ما عندي حتى هدف اخر طبعا لما تخرجت من بوزريعة والحمد لله تكوننا جاتنا المهنه يعني ما هي اول مدرسه دخلت لها اول مدرسه تبيس. هي اكماليه او متوسط بديل جامعه ايوه في 77 و 78 بكثت قديش فيها المرحله بقيت فيها اربع سنوات ثم انتقلت الى متوسطه رقيبه كان يسموها متوسطه مرحله عيسى بعد الان سميت عيسى مسعود ودرست فيها اربع سنوات ايضا مم. البارح بركه اتصل بي تلميذه درسها في 78 79 في عيسى مسعود شريط مليكه قالت لي اسمح لي استاذ ندخل الصفحه تاعك لاني بنتك لاني تلميذتك ايوه يعني من شوف يعني من من السبعينات وهي باقي متذكرها الأستاذ و شبكه التواصل الاجتماعي. الله بركه تكرمت صحيح. قلت مترقى... لنا فعلا انا فلان وانا اللي درسته صحيح. المهم بعد في 84 ترقيت الى مستشار للتربيه. ايوه. الى غايه 93 وانا مستشار للتربيه في الرقيبه. من بعد ترقيت الى مستشار رئيسي للتربيه. امم. ثم تنقلت الى المع... لازمني ندخل روح الثانويه والى مع التكنولوجيا تنقلت الى مع التكنولوجيا بالواد شوف القطاع الطبي كان قطاع حيوي وكان وفي ك... ترقيات كان فيه ترقيات ربما كان فيه تكوين داخلي في تكوين طبعا يعني. دي معنى معنى هو ترقيات التربية في حد ذاته كانه مؤسسه مثل الجامعه مثل المعاهد الاخرى فيه اطارات وفيه كوادر وفيه تاطير وفيه تكوين انا قلت لك انا بديت نعم. كان مؤثر فيه من بدايه السبعينات كلفوني نعم. كمؤطر في من ندوه وش معناها؟ معناها العمليه التكوينيه نعم. دائما مجدد. متماشية ولما انتقلت لرقيبه كنت تقريبا كل شهر نتكلف ب تسيير ندوة تسيير ندوة يعني نكونوا زوج ثلاثة كل واحد يقدم عرض وواحد يقدم دارس تطبيقي جميل من آه بعد تنقلت الى المعهد التكنولوجي حتى ال 95 95 ترقيت كمدير متوسط <applause> <applause> آه 95 ايه 94 95 و وقتها كان في تكوين دراسي معناها في مركز تكويني اطار التربيه بقسنطينه احنا الدفعه تاعنا داروا لنا فرع في باتنا يعني باتنا طلبت ان يكون كاين فرع تقول لك لعل يكون فيه مركز تكويني اطار التربيه في باتنا مم. وكلفونا بتدريسنا كامل للمفتشين العامين مم. معناها في التسير الاداري مفتش عام في التسير التربوي مفتش عام كان في التشريع المدرسي والقانون محامي كان في التسيير المالي مم. كنا نقرأه مع مفتش عام تاع التوجيه المدرسي كان مفتش عام خاص بالتوجيه المدرسي جميل. يعني اغلبهم كل كانوا كانوا مفتشين عامين لو اسوقفك الاستاذ العلمي في هذه النقطه بالذات لكن الانسان مش يعطوه مسؤوليه اداره ولا مسؤوليه قسم الا بعد عمليه تكوينيه كبيره وبعد انتح... بعد و... امتحانات شهادتك عن تلك المرحله مع المرحله الحاليه الان يخرج من الجامعه ويدرس لا تعليم بداغوجي لا تكوين لو تحدثني عن هذه المقارنه البسيطه فقط بين كيف كانت المسؤوليه تعطى الا بعد تكوين وبعد كل الفروع اللي تحكي عليها هذه كانت وراها اساتذه وكان وراها تطوير وكانت وراها برمجه وكان وراها ربما راسكلاج كما يسموه بالفرنسيه اليوم راك تشوف التعليم وربما راك خرجت اخيرا من التعليم لو دير مقارنه بسيطه في الجانب هذا فقط والله سي احمد اني قلت لك كان اول ما يكلفوني بندوه في 77 في ولايه بسكره الموضوع كان تقديم عرض حول الاداره المدرسيه معناها بالإدارة ولما عملت تقريبا سنوات قداش من 84 حتى ل 93 كمستشار للتربيه في الميدان التربوي معناها كنت اداره كنت نعمل في الاداره نعم من بعد في المعهد التكنولوجي في الاداره كنت نظن ونحسب نفسي بلي انا اتقنت العمل الاداري الى درجه كبيره من خلال التكوينات ولما ترقيت كمدير وعينوني باش نروح ندرس سنه كامله في في مركز تكوين اداره التربيه قلت انا مش رايحين يزيدوني الجداول نخدمها سواء الجداول تاع الموظفين ولا الجداول تاع المعلمين ولا التلاميذ ولا المساعدين التربويين البريد الصادر البريد الوارد الملفات المجالس كل عرفها وش عين يزيدوني هذا م. لما رحنا الى التكوين فعلا لقينا روحنا مازلنا ما فهمنا ولا شيء في الاداره في الاداره كنا نقلدوا سيما, سيما, سيما في التسيير الموارد البشريه في التسيير الموارد البشريه بينما احنا وش كنا نظنوا احنا كيفاش تعلمنا في بعض الاحيان لما ترقيت مستشار مستشار مستشف... التربيه مثلا كنت نروح للزملاء يقولوا لي هاي الخدمه كيفاش نتعلم الخدمه اذا احنا كنا ناخذوها تقليديا صحيح هيش علميا نظريا لان من المفروض تبدا بالنظري ثم تروح الى التطبيق جميل احنا كنا نقلدوا يعني كان مره السيد المفتش اللي كان يدرسنا يقول مره رحت في زياره مفتش تاع ثانوي يقول له زروال عمار لا يذكره بالخير اذا كان مازال حي مم. من باتنا وانسان يعني بلغ من العمر ما بلغ وكان انسان يعني مرجع مم. مرجع في كل شيء كان صحيح. يدرسنا التسيير الاداري يقول مره رحت نزور في في السيده مديره قال نلقى عندها رمل الاعمار معلق في في المكتب تاعها قال من حيث التنظيم ومن حيث الدقه ومن حيث الشكل عجبني قال قلت لها السيده المديره هذا شيء جميل كيفاش انجزتيه؟ قلت له شيخة وكذا وساعدوني في زملاء و... قال بعد سالتها سؤال اخر قلت لها الهرم الاعمار في وش راك توظفي فيه؟ ماذا يقدم الى هذه المؤسسه من خلالك انت كمديره؟ قالوا جاوبتني قالت لي والله ماني عارف انا قالوا لي راه المفتش يسال علي راني خدمته قال انا نقول لكم لو لك كان حتي درتي صوره بيك مش احسن اذا حتى المعلقات تاع المدير يجب المدير يستغلها لصالح التلميذ. أكيد. ولصالح المؤسسة. وبالتالي وقت اللي رحت أنا للتكوين لقيت روحي ماني فاهم حتى شيء في الجانب النظري. نعرف نخدم بصح ما عنديش قواعد نظرية بدون رجوع إلى أساسيات نظرية. أكيد أكيد. أكيد, أكيد إذن في الانطلاقة هي العلوم النظرية ومن بعد نروح إلى العلوم التطبيقية. وأنا نقول كل إداري أو كل مربي ما عندهاش تكوين في العلوم النظرية اللي خاصة بالمهنة ما مازال بعيد عن مهنته جميل جدا مقارنة كما قلت لك ب... بما هو واقع الآن والواقع اللي كنت فيه <applause> الآن بروكولاج الآن لما يجي من الجامعة يدخل يدرس مباشرة تكوين عشوائي وين التكوين؟ بركلاج. احنا أنا قلت لك أنا أنا نحكي لك على المردودة على المردودة لو انت لما تكونت كان المردود تاعك كما كنت تحكي على الاطفال على التلاميذ كان المردود مليح واضح اه. اليوم المردود هذا فاقد الشيء لا أعطيه. حدثنا عن قلت لك أنا أنا مقارنة بين التكوين الماضي وتكوين أنا الحالي أتناش أنا قلت لك 12 سنة أنا كمستشار للتربية ومستشار رئيسي للتربية قلت روحي ماني فاهم حتى شيء فما بالك اللي يدخل مباشرة وبدينا نقراو من جديد وكانوا حتى في الامتحانات يدورون لنا حراس كل واحد في طاولة مم. والحمد لله أنا يعني في قسنطينة كنت تخرجت في الرتبة سابعة مم. ولما رحنا للعاصمه باش يعطونا تعيينات لان كانت مركزيه هي المدراء المتوسط باش يعطونا تعيين دارونا ترتيب على مستوى وطني بين ثلاث مراكز وهران والوسط والجزائر وقسنطينه كنت انا التاسع من 181 مدير على المستوى الوطني على المستوى الوطني جميل معناها واستفدنا استفدنا انا كي نقول لك لو كان م... قلت لهم انا قلت لهم الحمد لله اللي ربي انعم يعني علينا بهذا التكوين مم. رغم اللي كنا يديرونا طلبه ونحونا 40% من السلاك لان مش كما الان يبقى يسلك صحيح الان انا نقول لك باللي نقرر لك كاين فرق بين الدراسة العلمية النظرية التطبيقية اللي هي حقيقية تحت إشراف مفتشين عامين وفي الميدان وفي الميدان كدراسة م. ومن بعد عندك امتحانات صح فيهم اللي ينجح وفيهم اللي ما ينجحش أكيد ماهوش كما عبد تكوين اه تاع اه مثلا في أمور أساسية معناها بدون 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 قاعدة علمية بدون قاعدة نظرية واضح وصلت مسيرتك يا سيدي في التربيه، قداش قعدت من سنه في التربيه؟ ااا أه، 39 سنه ما شاء الله وبزياده هاك العام تاع مساعد التربية 40 40 سنه وانت في العطاء التربوي، هذه المسيره ماذا تمثل لك؟ والله الحمد لله يعني من خلال مسيرتي كل مؤسسه رحلها الا واحسنت يعني رفعت النتائج تاعها وتحصلت على عدة تكريمات تحصلت على عدة شهادات شرفية وتحصلت على عدة يعني ما كانش يوم ندمت على روحي في شيء اني ما قدمتهاش وجربت يعني في زوز مؤسسات كانت مؤسسات منها عيسى مسعودي لما جيت نقل النسبة 12.83 العام الأول جبت تقريبا 38% العام الثاني 56% ما شاء الله حتى الوئام المدني اعتقد. ال وغلانا كيف كيف وصلتها الى تقريبا 58%. يعني كانت مؤسسه جديده وجابوا لها الاولاد من عده مؤسسات وكذا يعني ما زلت ما استقرتش. الوئام المدني نلقى نسبتها 6.72 العام الاول جبنا 39 فاصل، العام الثاني جبنا 40 العام الثالث هذه هذه ربما كنت تشفى عليها وخمسين الست سنوات الاخيره كلها ديما هي الاولى ولائيا 12. والحمد لله يعني عندي النتيجة آخر سنة خرجت فيها 94.04% لو لو نتحدث عن واحد النقطة مهمة في شخصية العلم الزغدي. العلم الزغدي الإنسان أو المسير. فيه كثير يقولوا العلم الزغدي جاد. وربما تنقصه الانسانيه لا ربما يقولوا ربما لا غير رحيم بنا اه. ويقول يمتز بالجديه المفرطه انا مانيش رحيم حتى بنفسي ويقول حازم اه. وبالتالي كل الاساتذه كانت تتحاشى يكون في المؤسسه تاعها لما يرجع هذا هل روح المسؤوليه وحب المهنه او يرجع لشخصيه العلم الزغدي هكذا حتى مع مع اقرانه مع اهله مع كل الناس انه جدي في كل شيء طبعا والله الصرامه لان احنا في بعض الاحيان ما فرقوش بين الجديه والصرامه. صح. احنا عندنا المتكاسل اللي, 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 اللي نقول احنا الفنيان هو المتساهل, مليح المتساهل مليح يعني المتساهل هو المليح مم بينما في الوظيفه انا نقول لازم نفرقوا بين المتهاون وبين الجدي. صح هذا المعيار الحقيقي. كثير من الاساتذه كانوا متخوفين انهم يجوا المؤسسات. لكن لما يدخل المؤسسات يلقوا الاحترام ويلقوا القدر ويلقوا الهيبه ويلقوا من يدافع عليهم ويلقوا من يحميهم وما عادوش يحبوا يخرجوا من المؤسسه. على في في ظل الجد ولا شاط؟ اذا لابد ان نفرق بين الجد وبين التهاون. نعم. اذا كان احنا عندنا التهاون شيء مليح رانا رايحين الى 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 مش عارف احمد عقبه. اذا كان احنا الجد... انا كي نقول الجد واش معناه؟ انا انا في مكتبي في بعض الاحيان نتعب ونقول هاي الخدمة هذه خليها الغدوة صدقني ليل كامل ما رقدش نحلم أنا أحلم بها وقد ما خدمت في مؤسسات أوه. دائما أول واحد يخرج المؤسسة هو أنا سبعة ونص يكون في المؤسسة وندور على كل المرافق باللي راي مهيئ لاستقبال التلاميذ والاساتذه ونمس حتى الكرسي تاع الغبره تاع الاستاذ ومن بعد نخرج الى باب المؤسسه نستقبل كل التلاميذ هذا عند الصباح وعند المساء واخر من يخرج من المؤسسه اذا إذن هذا هو القائد الحقيقي هذا هو القائد وحنا هذا تعلمناه من من الساده كما قلت لك اللي كونونا في صح. اطار التكوين مم. اللي درسونا نعم كاين هذا سي سي عامل ضروري ان نتخذ قدوه هذه... وش يقول يقول المدير مم. مم. هو لازم يكون القدوة ولازم يكون النموذج مم. ولازم يكون هو سباق مم. للعمل مم. ولازم الاساتذه كل والعمال واللي معاه يحترموه ويقدروه إذا كان هالخصال هذه ما 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 فيه يسمح فتى يخرج. ما السر في في المدارس تكون ضعيفة وكي يجيها الأستاذ العلمي تتبدل النتائج تاعها. هل ترجع لأنك شخصية بيداغوجية إدارية تعرف مكامن الضعف وبالتالي تحط الأصبع عليها وتقويها أم أن صرامتك اللي خلت الأساتذة يجدوا وينشطوا خوفا من 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 الردع او خوفا من من ربما لا والله يا سي احمد ماهيش ماهيش ايوه لما الفريق الاداري اللي معاك او الفريق التربوي يقتنع أيوة. بالعمل تاعك اه انت تخلق حاله من الحاله من الانسجام من نيجابين. الانسجام داخل أيوة. المؤسسه مم. ومن التوادد ومن الثقه عمل الفريق الواحد يسموه وتعرف كيف تعالج الامور يقول احنا كما المجالس <applause> إيه. نشوف انا كي كنت في بعض الاحيان استاذ ولا كنت مراقب عام المدير يشد البلتان هذا عنده 12 مش نعطوه ولا واحد شرف هذا لكن المجالس ماهيش لهذا المجالس لدراسه نقاط الضعف وكيفيه تحسين هؤلاء التلاميذ الضعاف هنا في التوجيه المدرسي يقول لي سي العلمي مدارسك معناها كما في الولايات المدني اول عام نلقاها ماهيش هي الاولى في النتائج في اخر العام في الاهليه تخرجي الاولى بينما الاولاد ما يعقبوش عندنا يعقبو في ثانويه اخرى كون وعدنا عندنا نقولوا لعل الاساتذه مسهلين معاهم يعقبوا مؤسسه نقول احنا رانا اذا احنا مؤسسه كبقيه المؤسسات اذا هذا راجع لعقد النجاعه بينك وبين الفريق التربوي في البحث عن نقاط الضعف وتقويتها وفي 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 التفقه في 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 دراسه النقاط نعم لان مثلا هذا التلميذ عندي جايب مثلا سبعه كيفاش وشي المسيره اللي نمشي معاه والعلاج اللي نعطيها له باش اخر العام يفوت 12 يفوت 13 وفعلا لازم يفوت 13 وش عدنا في السنوات الاخرى ما عادش مشكل في الطرد ما عادش تلميذ مطردين مم. خمسه سته يعاودوا من زوج لي نعاودوا لهم السنه مهما كانت اعمارهم اذا منهم المستفيد؟ الشريحه الاجتماعيه مم. لما في مدرسه ما كانش المطرود خمسه سته يعاودوا اذا معناها المؤسسه مؤديه دورها كما ينبغي وبالتالي هالمعالجه هذه انا نقول باللي راهو المدير او المعلم كما الطبيب م. التلميذ الممتازين ما يحتاجوكش صحيح انت مهمتك مع الضعاف م. التلميذ الممتاز راك تعطيه المعلومه يهزها ويخدمها هالتلميذ اللي عنده نقص التلميذ هذا المريض من جانب التحصيلي اللي ما يفقهش المعلومات كامله اللي يعطيها الاستاذ م. انت كيفاش تعده باش يعود يحصل ويعود تحصيل تاعه معناها اه متمكن من التحصيل وفي نفس الوقت يجيب لك النتائج تنعكس على معلوماته رك... اذا هنا انا نقول ان المعلم او المدير كالطبيب اللي هو طبيب كفى يقدر يعطيك علاج و... وتصح يعني تخرج من المرض تاعك العلمي راك طرحت اشكاليه راهي لحد الان موجوده هي قضيه قضيه التحصيل العلمي والضعف الاداء والتسرب المدرسي وما نشهد الان في دروس الدعم هذه اليوم الاباره يعانوا عندهم خوف على اولادهم النتائج ضعيفه نتائج ضعيفه على المستوى البرامج على المستوى التدريس على المستوى النتائج ويلجؤون الى الى دروس الدعم ما بعد التوقيت الرسمي هل الدعم اللي نشوفوا فيه الان مجدي غير مجدي كيفاش منظومه تربويه تمشي بالدعم المفروض ما تمشيش بالدعم دروس الدعم دروس الدعم سي احمد نشوفوها هذه اليوم أي. او المدارس الخاصه اللي اصبحت مفتوحه في كل الشوارع هذا هذا مؤشر يؤشر بان المدرسه التاعنا اصبحت لا تؤدي ما يسمو اليه الولي علينا انا نديل... الان من سنه اولى ابتدائي يدي الدعم مشكله كبيره الى السنه الثالثه ثانوي لان الولي والتلميذ عارف اللي المدرسه ما عادش تعطيه ما يجب ان يتحسر عليه هنا كارثه والسبب هو التكوين كما كنا نتكلم المعلم نقص تكوين المراقب العام نقص تكوين المدير نقص تكوين المفتش نقص تكوين اذا اصبحت المنظومه تاعنا اللي سيروا فيها ناقصين آه. تكوين وبالتالي المدرسه اصبحت لا تؤدي لا تحقق الهدف المرجو منها اصبح الولي يلجا وهل الدروس الدعم هذه هي كارثه ثانيه لماذا؟ لان اصبح المعلم يقدم العمل في المدرسه الخاصه ومجهود اكثر من اللي يقدمه في المدرسه ليه اللي أنا عارف لو كان ما يقدمش مجهود كبير في المدرسه ممكن المدرسه الخاصه معناها تحوس على معلم اخر ولكن يا سي العلمي معاك علاش في هذاك الوقت اللي كان فيه تكوين ومعها تكنولوجية وفيها ربما رسكله في كل عام وفي اعاده تحيين المعلومات وكانت معناها القطاع التربوي عباره على ميكانيزم قوي جدا يعمل دائما في التطوير لماذا اليوم منظومة أفرغت من كل هذه المحتويات التكوينية نرجع حتى قبل بعد الاستقلال وش كان عندنا من المعاهد لكن كان المعلم عنده تحدي فرنسا خرجت احنا الجزائريين لازم نحققه لكن كان المعلم معلما كان المعلم رغم انه مو جامعي ولكن كان المعلم عنده عطاء كبير حب مهنته حب مهنته كان معنا حتى التلاميذ لما يخرجهم يشق بهم الشارع باش ما السيارة سياره ولا كذا كان الآن كما قلت لك هو عدم التكوين، أنا قريت كونت الأساتذة في معهد في 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 لا مش المعهد هنا في العملية التكوينية مم. بعد ما تخرجت. معنا التكوين ذات إرتجالي. أعتقد حتى حتى اللي يتكون يكون يروح فقط هذا هو. وطلبوني أنا باش نكون في, في المعهد وكذا لين اللي أنا اللي تروح معناها إلى طلبة يقول لك أنا راني تعينت وهاني نسلك ولواش كي نقرأ. قبل هنا في المعهد التكنولوجي لو كان ما تنجحش تعود العام اللي الان لا نجح في المسابقه يعينوه ويسلكوه بعد يقولوا له روح اقرا 44 ربع ساعه بعد يشروا لك ملفك في الوظيفه العموم اذا واش يقراوا؟ واش يتكون؟ إيه. اذا التكوين ما عنده قيمه لما احنا نحينا القيمه تاع التكوين لكل الاطارات المسؤوله عن التربيه اصبحت المؤسسه تؤدي الغرض أصبح التحصيل ضعيف. معلش هنا عندي أنا عندي جيت المؤسسة اللي قلت لك جيت لقيتها نسبة النجاح 6 72. كل ما ذكرته تصبح في الرابعة. كل ذك دك... كل ما ذكرته جيد لحد الأهل. عدم وجود التكوين هو السبب الحقيقي هو السبب ت... العلمي والله العلمي كاين رجال كونوه تكون لرداءة النتائج. طيب أه ألا ترى أن إبعاد مؤسسات تكوين المعلمين هي السبب الحقيقي والمباشر أكيد أكيد. في ناس لا بعودة المعاهد التكنولوجية لا بد إذا كان أردنا أن تكون المدرسة تاعنا مدرسة فعلا وتؤدي الرسالة تاعها ونستغني عن كل هالدعم لا بد من فتح معاهد تكنولوجية للمعلمين وللأساتذة وللمديرين ولا من التكوين لا بد من التكوين أيضا هالأليات اللي 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 درناها اللي قضت على التكوين مثلا أنا ترسمت كأستاذ وترسمت كمراقب عام وترسمت كمراقب عام رئيسي وترسمت كمدير اليوم لا م. اليوم تترسم استاذ تطلع مراقب عام بلا ترسيم تطلع مدير بلا ترسيم تطلع و بلا ترسيم اذا الترسيم مش معناها؟ الترسيم هو لو كان ما تكونش كفأ ما تدخل ما تثبتش في ال... في ال... في, ال... في, ال... في ال... الاطار هذاك اذا انا رغم ما ما ما, ما كنت في ال... كمستشار للتربيه مستشار رئيس للتربيه لما تخرجت مع مع التكنولوجي تاسع المستوى الوطني يعلم ربي قدش خدمت باش تحصل على الترسيم عام كامل وجيك مفتش في زياره توجيهيه في الاول الساعه صح. وشوف العمل تاعكم بعد يجيك في زيارة في رسمية. في تثبيت مع لجنه مع, مع, مع طاقم كامل اذا لابد ان تكون يعني مطلع على كل ما هو في المؤسسه وعلى مجال التسيير وعلى مجال الاداره ويفتشك في كل صغيره وكبيره تلقاها نصف يوم كامل وهو يفتش فيك ربما هذه شهاده الاستاذ العلمي على ضعف الاداء وضعف النتائج اللي وصلتها المدرسه الجزائريه اليوم. بعض القوانين اللي اللي والقوانين ربما التي محبطة. القوانين المحبطه, المحبطة بما فيها ما هي فعلا هي في فيت الموظف، لكن هي محبطه هي محبطه في اطار بما, بما فيها بما فيها بما فيها منظمه المنظومه التربويه والاصلاحات المتكرره لابد لابد جيل اول جيل ثاني جيل ثالث اصلاحات المجايله هذه الان الان حد والان وصلنا سي احمد وصلنا آه. الى ان طلبه جامعيين يعجز على كتابه رساله اداريه مشكله جميله مشكله كبيره ها؟ مشكلة. يعجز على على تعبير تاع وثيقه معناها اداريه سواء كان في البريد ولا في كذا الان اليوم انت الان الاداره التربويه والبيداغوجيه والمدرسيه وكذلك التدريس درست بعد ذلك كنت ربما رئيس مصلحة, مصلحة على مستوى ومن من من أكبر المصالح المشرفة على هيكلة القطاع لو تحدثني عن تجربتك في التسيير لهذه المصلحة ودورك أيضا في ربما مسؤولية أعلى والله هي مصلحة البرمجة والمتابعة احنا وقتها كنا احنا نسيروا في المشاريع كانت المشاريع عندنا احنا مش أدلاب كنا م. احنا نسيروا معناها دلاب كمراقبه فقط قطاع <تطلب> التربيه كان يسير نفسه كان بنفسه. هو اللي يسير نفسه بنفسه جميل وكنا احنا اللي نديروا هذه المرشيات نديروا طيب. الصفقات صفقات و... نديروا لي سوميسيون هذه وين احنا اللي نعطوا المشاريع م. و وكنت نسمع في ياسر الناس يقولوا انا جمعت المديريه بزنس وتاكل وتهز وكذا كذا اشهد الله وهاني في اخر حياتي لا بس خلال اذا كان واحد نهار عطانا كاس يتفضل م. يتفضل الحمد لله يعني كنا في مستوى هذه المسؤوليه هي مسؤوليه كما قلنا تحضير الهياكل وهي لان احنا ما عندناش كان الهياكل وحدها عندنا التجهيزات نعم عندنا الانجاز المشاريع قطاع واسع عندنا الماليه الماليه نعم. تاع المؤسسات كامل عندنا الشؤون الاجتماعيه نعم عندنا نقول احنا البرمجه نعم. البرمجه ربما هي العمود الفقري هي العمود الفقري وهي المصلحه الاولى في مدير التربيه هي المصلحه الاولى نعم. في مدير التربيه اذا هي المسرح هذه تتطلب النزاهه والكفاءه النزاهه والكفاءه نعم. والنزاهه اكثر لانك اذا كان كفؤ نعم وانت تبزنس معناها ما صحيح. والحمد لله يعني خدمنا العهد هذاك مؤسسات انا نقول لك كنا نخدموا فيها لا من اجل فلان ولا فلان حسب حاجه كل مؤسسه وبقيت تقريبا ربع سنوات الحمد لله عندنا هنا ومن بعد نشوفوا شهادات حتى من احياء يشكروا فينا على الشيء اللي قدمناه ربما نرجع بعد في آه اخر الحصه حس يعني وحلينا مشاكل تاع أحياء كاين احياء كما في المنصوره كان عندهم مدرسه وراء الطريق كل عام اربع خمسه يموتوا في الطريق بتاع الطريق نعم وليت انا شخصيا دخلت ودرت لهم مؤسسه داخل المنصوره باش ما مي يقطعوش الاولاد ويحبسوا الموت وفي وقتها كان الوالي في الاول ما عجبش الحال ومن بعد ولا عجب الحال لانها قضيه مصير ولا رمي يموتوا اذا نحن كنا نخدم نخدم من اجل مصلحه التربيه من اجل مصلحه المواطن هذه شهادتك على قطاع التربيه هذه المكثت فيه 40 سنه اعتقد لو تحدثنا بالتفاصيل فيه الكثير والكثير ولكن كانت عباره على كرونولوجيا الشخصيه العلمي وهذه المسيره الطويله الذي أعطى فيها ما أعطى وسير فيها ما سير بكل أمانة ونزاهة. والله وخلينا ننتقل إلى جانب آخر. دقيقة دقيقة بركا باش باش الموضوع هذا أنا عندي عندي مجموعة حبيت نوريها لك بال بالصدفة. باش تطلعها أنت بنفسك الساعة. عندنا هذه 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 شهادات استحسان دليل على تفوقي في المدرسة الابتدائية. هذه شوها وش من معناها معنا حتى تحس... تحس... موني تحديدي حتى شهاداتك تحصل اي مني حتى هذه الشهاده التلميذ علم الزغدي لما اظهر من نشاط واجتهاد خلال شهر 1974 اي يعني. 60 أه؟ 64 64 اي 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 ليكول دي ريكيبا ليكول دي سوف دي قبل هذيك كانت... هذه بالفرنسيه هذه باللغه الفرنسيه هذيك مسيو لوجون بالتام دي ساتيسفيكاسيون ايه. يعني تاع امتياز هذه نفس واش من سنه هذيك؟ نفس السنه خمسة ها؟ 65 65 هذه 63 الله يبارك انا مدرك من خلال مسيرتك شوف <applause> شوف هنا من خلال مسيرتك حد شوف, شوف, شوف لي هنا يا. لا هو دليل حتى اسمعني شويه هو دليل على انك حتى شهادتك شهادة اللي تحصلت عليها في الابتدائي راك محافظ عليها. <شو> هذا دليل هذا جزء برك. هذا دليل على هذه استمارة التنقيط تاع مدير التربيه آه. هنا وش يقول؟ هذه في وش من سنه؟ الله يبارك. ايه هذه آه. وش من سنه؟ 1989 آه. آه. وش داير آه. الملاحظه؟ ايوه هذا آه. آه. احمد جيد. جيد. آه. هنا آه. لما كنت رئيس مصلحه البرمجه والمتابعه. في 2001 واش كاين ممتاز 18 ونص لا غير يعني نعم. قول نقطه ما مشكل اكيد اكيد هذه كمدير مليت ولا تواتي نعم. شوف واش يقول هنا مدير التربيه اذا هذه كلها تعتبر شهادات التي كانت شاهده على تميز الاستاذ العلمي هه. في كل قطاع التربيه سنوات السنوات وهذه كلها شهادات شوف هنا وش نعم هذا هذا تقرير هذه ترقيه وتوجيه هذا تقرير وتشجيع وتج... تهاني وتشجيع نعم نعم نقطه تفتيش نعم اي هنا شوف هنا لا لا 17 فاس 5 من 20 هذا التفتيش الاداري كمدير شوف هنا وش هذا تشجيع هذا تشجيع تشجيع عند مدير التربيه على التقرير هذا جميل جدا زيد شوف هنا نقطة التفتيش هنا هذه النقطة اللي خرجت بها آخر سنة 19 ونص 19 ونص نعم في عاد 11 ربيع هذا كان هنا هو مدير التربية يدير لي تشجيع بناء على التقرير هذا هذا خرج سعيد نعم. نعم مدير التربية خرج سعيد نعم شكرا إذا هذه 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 كلها حول نتائج الشهادة التعليم المتوسط هذه شوف كلها هذه شوف زيد مشي منها ايه. هذه عيسى مسعودي شوف ايش كاتب لي مدير التربية شكر وتقدير نعم نتيجة قداش هذه قلناها 44 فاصل 76 يعني سنه واحده طلعنا من 12 83 طلعنا ل 44 نعم 76 يبعثني مدير التربيه شكر التقدير, التقدير. نعم. هذا نعم العام الثاني شكر التقدير في اغلانا قداش؟ نعم نعم 47 كانت 47 فاصل 97 طلعت الى 47 نعم هذه وغلانا كل ما قلت قلت ما قلته طلعت الى قداش؟ الى 48 هنا قيمة طويلة سي العلم القيمة طويلة برك هنا تاع مسعود مسعودي هاي اخر النتيجه في آه. تكريم هذا اه كرموك نعم تكريم لان المؤسسه 94 فصل اعطيني مؤسسه وجابت 94 ما شاء الله كي زيد نمشي المسيرة, المسيره المسيره آه. اللي قلتها كلسي العلمي موجوده هنا موثقه كل ما هذا تحدث المتصفحة. عليه الاستاذ العلمي من شهادات وتكريمات كلها معناها تعرف بهذه الشخصيه وجديتها أول, 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 اول تكريم كرمني فيه اول مدير آه. تربيه الوادس الساعه وش اسمه حسني حسني يعني وش من سنه في الاثنين في 88 الله يبارك ما شاء الله يعني سنة. تكريم كان شهاده تقدير ذاتي ما هذا دليل على على ما نشاطك وجدك ومسؤوليتك معناه ونجاعتك وكفاءتك وقدرتك على على لما تحسن لما تحسب في التقرير على إجاح 19 ونص من 20 جميل جدا لا اكيد كل سهل. ما قلته كل مسجل ومثمن هنا بشهاده وبتقاريره وبشهادات الشكر والعرفان وكذلك بالشهادات اللي أعتقد جميل جدا. اليوم راح نتحدث عن جانب آخر من شخصية العلمي شخ... هو ابن مجاهد ومعروف ولو حدثنا عن ربما عن حسها الوطني والعمل داخل الكشافة الإسلامية وربما هذا الجانب ما زلنا ما نعرفوش عن الأستاذ العلمي الأستاذ العلمي لو تحدثنا عن بداياتك واندماجك في الكشافه وتربيه الحس الوطني لديك ثم نتحدث على الجانب السياسي وكنت احد المناضلين فيه وخذت صراعات كبيره فيها تفضل يا سيدي اذا اولا عندي الوالد رحمه الله كان مجاهد آه هذه بطاقه العضويه يعني. هايونا هايونا هي نعم هيونه سي احمد عندك اي نعم, هايونا نعم. آه. الله يبارك ما شاء الله نعم. هذه المجاهد. هذه تاعنا ك شهادة هذه تعب المجاهد البطاقة نعم. في المنظمة تعبنا المجاهدين نعم معناها انطلاقا أن احنا الولد ورثنا النضال فهمتني حب الوطن والروح الوطنية أي. والوالد يعني تسجن في في, في يوم العريس لان الوالد كان مكلف المنظمة المدنية بالتجنيد والكتابة لانه كان يكتب فرنسية عربية نعم معناها وتسجن مدة كانوا مع جزائريين ثاني في المنظمة المدنية سجنوا منهم, تسجن منهم فوق من فوق سجن فوق في أم العرايس في أم ايه؟ العرايس اه معها معاه صادق عمامره ايه؟ وخوه العربي زنينه العروسي اه؟ زريق الاخضر بوزنا هذا الجماعه كل سجن معاه في السجن. نعم. وجايب قصيده هو في السجن، كي كان في السجن قصيده. نعم. اه لان الوالد هو هجر لتونس في 48. ايه قديما هجر. 48 ايه. ومن بعد لحقت العائله في 49. ايه وجاء في 64، يعني عنده وقت كبير هو ثم في. مده ايه. كبيره. يعني. وكان انت تعرف اللي في يوم العرايس اغلب السوافه جندوا في الثوره. نعم. وعندي الاسماء تاعهم اذا كان وال... لا ما ماش الحصه آه. مش على طول تتحدث نتحدث عن جانب علاقتك انت وبالوالد وبالحس الوطني اللي تكون لديك ودخلت فيه الكشافه. اذا هذه بعض البطاقات كانت عندي في الكشافه آه. تشوف هنا مثلا تلقاه هذه بعضها والاخرى غدت لي مش عارف. آه. نعم. هذه اذا كنت, كنت مخرط آه. في الكشافه الاسلاميه كنت الكشافه الاسلاميه ها كنت آه. كوميسار دوكار شوف الفوق آه. ايوه ايوه كنت كاردي كوميسار آه. كوميسار آه. هذه قبلها هذه قبلها كنت كاردي شيف كاردي شيف ايوه كاردي شيف هذه شوف واش مسمى سكوت مزيلمان الجريان كاردي شيف زك دي العلمي من 1965 هذه عام قد جارين عام 74 73 74 نعم وهذه 74 75 سنتين متتاليتين اذا هذا هذا من بعد كشديد القياده تالي قبل كنا في الكشافه يعني م. كنا نناضل هذه المرحله واش من سن دخل الكشافه والنشاط اللي كنت تقوم به الوقت هذاك فهمت والله احنا كنا في يوم العريس دخلنا انا صغير من عارف واش من سنه ولكن كنا في نضال يقولوا احنا مختفين ماهوش موش ظاهرين لبرا كنا في بعض البيوت م. كانوا يدرسونا هذه راهي في فرنسا وحنا رانا هنا في بلاد الناس في تونس وكذا قداش عمرك انت مواليد عام اربع سنوات اربع سنوات, عمر سنوات عمر 75. من اربع سنوات خمس سنوات عام 55 انت زيدها اربع تسعه معناها راك 59 60 أكده. هكذا هكذا لكن كن كانوا كنا احنا اولاد يجيبونا يقولوا لنا انتم راهو عباره عن كشافه ويعطونا هاك الفولاره تاع علم الجزائر ويقولوا لنا ها واش لازم وكذا و... ومعناها ما تذكرش كانت الاناشيد الوقت هذاك و... كانت الاناشيد جزائرنا يا بلاد الجدد وكنا تاعنا الكشاف وكنت جا ولا من بعد جاتنا قسما <applause> والتنظيم التنظيم تاع السكوت كان عندنا نادي كان عندنا نادي كان يقود فيه نقولوا احنا طالب صالح له ثابتي صالح كانوا دايرين هو المسؤول ثم في في مرعى العرايس يسموه النادي احنا نقولوا النادي هو اللي اجتمعوا فيه <applause> هذا في في الصخرة. وصلت النضال الكشفي كي دخلت الارض الوطن اي هذا في الرقيبه هذا أيوة أنا اللي كونت كان كان قبلي قائد يقول له حشاني عبادي حشاني في وقت كيف بدي الاستقلال بده في الكشافه من بعد ولات رقيبه هاي قرية وكذا اندثرت الكشافه عودت ناحيتها وجبنا وقتها كان كان اسمه من الاصنام كان هو القائد تاع الكشافه هنا وسموه كان فرملي أو فزق الواسع نسيت الاسم تاعها. اي البقره الله يرحمه. فهمت الهاشمي. اه وكان آه. كان معاه نظن الشريف عبد الحميد. مم. وكنت انا اعطونا اللباس اعطونا كذا وكونا كانت كان كانك الوقت. و... كشافه وعدنا ننشطوا وشايفين جبنا واحد بكري كان التلفزيون ما كانش كان السينما جبنا واحد من الغوات. كل يوم يقدم سينما في النادي تاع الكشافة ثم في فرقيبة و... وكي اتصل لو رحت للثانوية نقرب في الثانوية ثاني اتصلت ثم وشاركت معاهم في الكشافة في وقت تاع تعال... تاع ورقلة كي بدت في الكشافة تاع ورقلة وقت اللي بدت ورقلة كولاية وليت لكن بعد ما كملت الدراسة انقطعت ومن بعد خرجت في جبهة التحرير الوطني كمناضل تقريبا هذه من... كنت في رقيبة كنت في الاصنام وقتها تحولت الأصنام بحك. لا هذا, هذا هذا لان انا من من الواد ايه. من جامعه ايه. عام 80 جيت نقري في الرقابة ايه. صافي بقيت في رقيبة ايه. وزدت شديت كما قلت لك برقم عام حتى العام 93 يعني ايه. حتى 93 زدت في رقيبة ايه. تقريبا هذه ال... هذه بطاقات تاع جبهة التحرير ايه. شاركت ايه. حتى في المؤتمر ايوا وش مرة مم. نعم هذه كلها كانت بطاقات هذه كلها بطاقات تاع مشاركه في جبهه التحرير الوطني. اذا كنت مناضل معنا مناضلي جبهه التحرير الوطني. تقريبا من 82 حدثني المرحله هذيك كان... شوف مناضل في جبهه التحرير من 82 حتى عام 91. مم. لو تحدثني عن المرحله هذه مرحله النضال في أك... في أك... في, أك... في أك البريود كانت هناك مشاحنات سياسيه كبرى وربما في عهد الحزب الواحد. كانت كانت حزب جبهه التحرير الوطني كانت القياده للحزب جبهه التحرير نعم وكان تعرف المحافظ تاع تاع التحرير هو قريب اللي يسير حتى في الوالي نعم كان كنا نظام الحزب الواحد يعني نعم. كانت جبهه التحرير وقراراتها واشتراكاتها وقول احنا واجتماعاتها كانت السلطه عند جبهه التحرير حدثني عن مساهمتك كمناضل انت هل شاركت في انتخابات اه تشكلت خلايا كنت في القسمة تاع تاع لا أنا كنت... لا لا أنا كنت في القسمة تاع الواد ما كنتش أيوة تابع الرقيبة أيوة أنا كي شاركت أول ما شاركت هاي المشاركة تاعي كنت في الواد أيوة هذه أول مشاركة كنت تابع الواد ما خدمتش في الرقيبة ك... في جبهة التحرير كنت مباشرة هنا في في الواد الله يبارك سامي زدتها خليها رقم خمسة هذا من كانت بسكره. هذه مبعوثة لولاية بسكره. أي صح. لأن هاي معناها كان القرار رد بسكره. كيفاش كانت عمل الحزب في ذاك الوقت؟ وهو هو هو هو, هو كشهادتك يا هو سير. هو الشيخ أحمد كان الحزب متصل بالاتحاد العام. أكيد. كان, لأن كان احنا كنا عمان الحزب كان هو القوة الطلائعية تمثل كل القوى الحية في البلاد. يعطيك بما فيها الاتحاد العام والاتحادات الأخرى. حدثني الآن حدثني عن شهادتك على النضال السياسي على المناخ السياسي في ذاك المرحله شهادتك انت كشاب ومناضل وداخل حزب جبهه التحرير الوطني كيف كان النضال السياسي مش روح بعد العهد التعدديه وايضا مساهمتك في التعدديه وصراعك السياسي مع عده احزاب في ذاك الوقت والله نضالنا هو كان كان ما صراع وقتها كان حزب واحد صح لكن داخل الحزب كان هناك منافسات كبيرة طبعا كانت فيها بعض نقولوا احنا من هو اللي يجي مسؤول من هو اللي يجيش مسؤول من فيها انتخابات داخلية فيها كاين بعض الصراعات ولكن كلها كانت من اجل غرس الوطنيه في المواطن طبعا ونضال المواطن في الميدان نعم هذا هو ما ما كانش مشكلة الان معناها احزاب تتجاذب وانا اللي يشد البرلمان ولا اللي يشد الانتخابات وانه اللي يشد البلديه البلديه هم اللي شادينها يعني بالطبع يعني لان كان الانتخاب يخرج من من جبهه التحرير ما كانش واحد آخر حتى بعد الانتخاب هم, هم اللي يقيموا اللي هم معناها قال لعب احمد ورشام احمد معناها هم اللي شادين المسؤوليه وهم اللي يتولوا الانتخابات لا ربما الاستاذ العلمي برز في بدايه التعدديه الحزبيه بداية التعددية الحزبية كنت من ضمن الأحزاب الوافدة الجديدة ونشطت نشاط كبير على مستوى رقيبة وخطوا صراعات وكي نقول صراعات صراعات سياسية من أجل الفوز معناها وربما كنت مرشح في بلدية رقيبة في ذلك الوقت والقائمة تاعكم فازت وخاصة مع حزب حزب, حزب الاجتماع الديمقراطي الاجتماع الديمقراطي في ذلك الوقت سي علمي دخلت وخطت صراع كبير أنا كنت نشد وكانت ربما راجع للتنافس الموجود عن بلدية القيبة هناك قوائم أخرى هناك أضداد وكان فيه رفع تحدي وحتى الأسماء ثقيلة اللي دخلتوا بهم وأعتقد أنكم جبتوا حتى رئيس الحزب عجريد وقت هذا كل الجيبة. جبنا عجريد ونبعتوا خوجة بعدها رئيس جاء حتى الانتخابات البرلمانية أيوة. لأن احنا خذنا الانتخابات المحلية وخذنا الانتخابات البرلمانية م. المحلية كان عندنا فيها 12 مقعد ####وكان الحزب الآخر مقعد واحد... فزوا بالبلدية... فزنا بالبلدية ورئيس البلدية... من كان علي اللُبْزي؟, اللبزي. كان علي فرحاتي... علي فرحات. اه. علي اللُبْزي اه. أيوة ومن بعد أيضا زدنا احنا فزنا بالنائب تاع المجلس الولائي... والمجلس الولائي وقتها كان بين جبهة الإنقاذ وجبهة التحرير كان كبيرا احنا رشحنا لجبهة التحرير يعني رجحناها وهي اللي فازت وقتها كشد على حزب مسعود, مسعود تاع البرياضة اسمها مسعود بضياف اي صحيح من بعد دخلتنا انا في الانتخابات البرلمانية البرلمانية وكانت فيها واحد الست احزاب اه الحمد لله في الدور الاول تأهلتنا انا وجبت الاسلاميه للانقاذ حملت أهم وكنت انا نفوتها فايت 700 صوت. وش يعني ندخل الدور الثاني؟ وندخل الدور الثاني. شوي سقال سقال السيد الرئيس وش اسمه وانتهت و... اللعبه. <تصفيق> 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 هذا <تصفيق> هذا في <applause> <هذا تصفيق> الجانب ومن ذلك الوقت انتهت اللعبه السياسيه انتهت اللعبه السياسيه عندنا. ايه وين رجعت يا سيدي؟ لو تحدثنا الان عن هذا مشوار كبير سياسي انا كنت شاهد عليه لان حدثنا على الوالد الوالد قيمه شعريه كبيره ومعروف لو تحدثنا عليه بايجاز وعلاقتك انت بتراث الوالد يعني نعرف راك تكتب في وكنت وكتنظم لها في اشعارها اليوم واعتقدت حتى عندك بنت فازت ماستر في الادب الشعبي, الأدب الشعبي. وربما نشهد مولود ربما تراثي حول قصائد الوالد فعلا بالنسبه للولد كان شاعر يعني منذ تقريبا سنوات من اللي كان في المهجر في تونس وجسد احداث تاريخيه بقصائد عنده في نعم في عباره على شهادات تاريخيه هذه شهادات تاريخيه نعم لان احنا في ام العرايس كنا تحت الضغط الاستعماري صحيح وكانت مراقبه شديده ليه؟ لان كانت ام العرايس هي مصدر الصور اللي يطلعوا لينا احنا جينا في الحدود هي القاعده نعم. في, القعد. جبل في جبل بين العاتب كانوا ثم جند ويطلعوا للجبل مباشره نعم. كانت ديما شافيلة خطره في في 57 1957 في عيد الاضحى م. الناس مازالت ما خرجتش من المسجد تسركل يسركل الحي كامل القريه تاع العريس كامل وخاصه السوافه كل جايين في حي مع بعضهم نعم يعني تشوف فوق البيوت كامل عسكر والتحت والدبابات ليه؟ لانهم وصلهم يعني اخبار باللي كاين جنود جو الاهالي تاعهم في المناسبه تاع عيدوا عيدوا مع معهم آه. ولكن للي 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 المواطنين ثم كانوا ضاربين حساباتهم حتى هم كاين اللي عندهم ابار لوطا مختفيه في البيوت تاعهم يدركوا فيهم اولادهم كي من من الجبل وعندهم حتى العيون تاعهم فهمت لا يدخلوهم تحت الارض ويسكروا عنهم سبحان الله معناها يحوز يحوز العايس كريم يلقى حد شيء وانا كنت صغير شافي وقعت مشادات في عيد الاضحى هذا بالذات وقعت مشادات في حوش كينا السرباي هنا من المجاهدين ونظر زوج سربزات حيه يقولها مسعوده كينا وقعت مشادات في الحوش تاعها بين بين ثوار جزائريين وبين فرنسيين وقع بيناتهم مبادلات بالاطلاق الرصاص وماتوا الشهداء هذوك دفنهم دفنوهم ثم في واحد يقول له علي باباي فيهم المهم جماعه انا شافي لك كنا صغار كي رحنا للحوش لقينا كلها مقعر بالكرتوش وبكري التجهيزات ما كانش نلقى واحد الرفاي ما يديروا الرفاي بكري يمشيوا عندنا الخدمه لان الناس صح. كانت تخدم في كلها تخدم في المينا نلقوه محروق يعني محروق كامل هك من من بحيث الحوش كل عاد مقعر مخرق يعني يشهد المشدات لان احنا نعرفوا كما الهجره تاع تعال... تاع الجزائريين كانت سابقه لان وقتاش اكتشف الفوسفات الجيري في يوم العريس في 1885 لكن الهجره تاع الجزائريين يقول في القرن الثالث يعني آه. من 191 حسب قبل بدايه الثوره اه. و تقريبا في احصائيات 2014 ولما جبدوا السجل تاع المهاجرين الجزائريين من مغاربه وجزائريين وتوغرتيين ومزابيين الى تونس تقريبا كانوا 27 الف و12 ويقولوا هذا في اكبر جالية في الحوض الاحصاء الوطني اكبر جاليه في المعهد الوطني للاحصاء ويقال ان اكبر جالية في ذاك الوقت هي جالية السوافه في الحوض المنجم إيه. كانوا حتى في المدينه كانت رديف ولكن الاغلب كانوا في يوم العرايس نعم يعني. نعم الوالد جايب قصيده وجاب على جميلات جميلة بحيرة وجميلة كذا في وقت الثورة وبعد الثورة بدأ يجيب على راك تفكر الآن في إنتاج آه لا هو جمعت له جمعت له تقريبا أغلب القصائد جمعتها أيوة والآن راني طلبت من بعض الزملاء اللي, اللي الوالد كان يشارك في مهرجان تونس دوز كان يشارك في مهرجان مستغانم كان يشارك في عدة مهرجانات هالجماعة اللي كان يرفقوا فيه ما زالوا فيهم حيين كما قعر المثرد شاعر كما مراد بوبكر بكر كما كمسي بديل كما علي, علي بوسبيع هذا راني انتظر باش يعطوا يعطوني لي شهادات ندعم بها الديوان تاعه وتقريبا راني لانه كتب في, في كتب في كل الاغراض الشعريه تقريبا اليوم انت سي العلمي تفرقت لانك يعني متقاعد اليوم ما شاء أوه. الله وزدت في عن شباب. نشوفوا شيء من, من قصيده ولا. تو نرجعوا لها. إيه؟ اليوم راك متفرغ الان ربما نختموا بها ان شاء الله هذه قريت قصيدة تاعك. راك متفرغ للكتابه لل... الشعر الوالد تاعك وجمع كذا واعتقد ما زلت تعمل راك لحد الان ربما راك تعاون تعاون في الابناء وتعاود لو تحدثني يومياتك اليوم. يومياتي بعد, لأن... بعد التقاعد. أه... عندي بنتي كانت محاميه و... ونجحت السنه اللي فاتت كمحضره قضائيه الان عندها مكتب ويطلب عمل ويطلب مجهود راني نعمل معها نساعد فيها, فيها كل... نعم. نساعد فيها يعني شد لها الجانب الاداري والجانب المالي مم. لانها على بالك محضر فيه امور ماليه عديده صحيح وسجلات يعني تتطلب دقه تربيه لان المحضر هو تابع للمحكمه يعني ويخضع الى مراقبه وكيل الجمهوريه نعم في كل شيء نعم يعني دوريا وكيل الجمهوريه يجي يراقب كل الوثائق وكل السجلات وكل ولا تقبل تشطيب ولا تقبل اخطاء ولا تقبل بالتالي لابد من انسان وفيها ارشيف فيها ملفات فيها معناها تتطلب عمل بالتالي احتجتني راني نساعد فيها الى غايه وين نكون خبرتك الاداريه كل 40 سنه في التربيه استغلتها هي هذا هذا الجانب يعني وراني كما قلت لكن لك تعيش يومياتك الان مع العمل مع مساعده الابناء ومع في البيت والمطالعه بالنسبه للاستاذ علمي مازال يطالع كما بكري لا الحمد لله الحمد لله طالع عندي مكتبه اذا اليوم نختم سيدي لقاءنا معك هذا بقراءه قصائد للولد تاعك نسمع شعر عمي عماره ماذا بينا يسمعوه المشاهدين وشي القصيدة على كل شوف اي قصيده نختموا بها ان شاء الله هو عنده قصيده حول حول نذكر منها جزء برك ايوه حول من كان في السجن ايوه هذه تمنحنا يقول جهة ربي والنبي والتجاني طالب فضله يسرحني. ايوه. النادي عنكم محمول في الحبس المسكر طول وحدي من ناسي معزول لحد يجي طالب فضله يسرحني. ايوه. ناديت على التجاني الحقاني راقد في منامي جاني حذا يا ساماني شوف عياني لا ننساه ولا ينساني. لأنه هو حلم في المنام جاء في المنام. جاء شيخ آه. أحمد تجاني التجاني. تجاني كتاب على الطريقة التجانية. آه. وقال له آه. قال له قال آه. باللي باللي وقال قال هكا مسح الحيط قال بالبرنوس ساعة قال خرج لي مراي قال قال لي شوف ما كان حد شيء الخالق ما سجل حد شيء قال له مش بيش سبحان الله بعد قال لك ولا خرجوا آه قد ما نجيب عليها شوي عيب عليك وعار راني في الدمار شاطر ريق مرار باسمك نستسعد رجعني للدار عندي زوز حرار وسميهم العلمي احمد الله اكبر انت داخل في القصيده آه. هذه تاع كما قلت لك في عيد الاضحى وقت اللي هجموا الاستعمار الفرنسي على المساكن وعلى الحي تاع السوافة نعم آه للبحث وقعت مشدات كما قلت لك وقعت فيها وفاة إلى آخره يعني العيد مرار نعم وذكرها الشايف ونشفرني أنا كنت نشفرها وقتها أيوة يعني حتى فوق دونها, باش دونها وثقها يعتبر آي. وش أيوة. يقول وش أيوة. يقول يقول القواد باع بلادنا وخلاها يجعل دعاوي الشر يتلقاها أيوة عرفها غرة على القواد أيوة. والخلق جملة باعها في مرة م. نهار الضحية ما بضغوا ما مرة عدو ديننا والله ما ننساها واللي فعل الشر يلقى شره واللي فعل الخير يتلقاه. ما أنا حتى في يوم العريس كان غواد. كان غواد. ما ندروش واللي حضر يقول ما سمعوش نيريتهم بعيني هم ما صدوش دقت الساعه ولا درج وراها راهي لجأ حضرت غير ما ندروش كل حد لازم تربته يرجع. معناه رانا وصلنا الموت غير ربي مازال مش كاتب لنا الموت. م. نهار الجايه تخلبص اخبالي وراغر غرغو وما نفرزوا هذاك من هذية كل واحد ها رويحته ونساها من رجال هزوا عداد فوق المية ومراتين زادوا كملوا بكفاهم منهم مرت السربين اللي قلت لك عنها هذه أيوة. جو قباله ودخلوا السوق ولمدوا من والا كل حد متخبص غازي الخباله ولا واقضه بياتها ولا نساها الوالي سمع من بعد جا في حاله شرع كفار الحبس وقت الجهه يقول يا مسعوده اني يعني أيه شوي أيه يا مسعوده عن مرت السرباي هذا أيوة. كيما راه حكم ربي وقدرته ميعوده لان هزوها دول السجن أيه. كل حد والمكتوب وين يقوده والصبر كله اوجاعها ودواها والصابغه في الراس راي ميعوده لمن من عن شهوته ولقاها هو يتكلم على العيد اللي وقع ميت أيوة. يا رفقايا على العيد جبت القول وكثر غنايا استغفرت لك يا خالقي مولاي وقديش من قوم العدو فناها واه اللي ضرب على الدين على الضحايا يسخف قلوب الحاضرة بكاها نعم كانت هذه آخر ربما نختم بهذه الشهادة التاريخية في شعر عمي عمارة والعلمي نجله اليوم نحن ضيوف عنده سيد العلمي نشكروك على حسن الضيافة وعلى هذه الفسحة التي أجريناها معك وهذه المتعة الحقيقة لما نتحدث عن التاريخ ونتحدث عن النضال ونتحدث عن الجدية والنشاط وعن هذه المسيرة الأربعين سنة من العمل الجاد في قطاع التربية وكذلك عن حسك الوطني الرائع لأنك ابن هذا البطل وهذا هذا المجاهد وهذا الشاعر الذي وثق هذه الملاحم وهذه الصور الحقيقيه التي ان شاء الله تشوف النور في يوم ما ان شاء الله ننتظر والمجتمع كل كل صدر نشكرك من جديد كل الشكر وبارك الله فيكم على صبركم وعلى وشكرا على حضوركم وطبعا و... حصصكم هي حصص مميزه ورانا نتابعوا فيها و... وان شاء الله تضفي ثقافه الى هذا المحيط الصوفي لان احنا محيطنا يعني كما قلنا ما شاء الله من من, من الثقافه ومن الفن ومن الشعر الشعبي لان شعراء سوء معروفين وبيعطاهم ابو عناد وعمادي وما ما شاء الله بارك الله فيك وبارك الله فيكم شكرا شكرا جزيلا كذلك شكر موصول لكم مشاهدينا الاعزاء الذين تابعونا في هذه الحصه المميزه مع الشيخ العلمي الزغدي وما قدمه لنا مشاهدات تاريخيه عن المرحله التي عيشها في عده جوانب من حياته المهنيه والنضاليه اشكركم جزيل الشكر والى حصه قادمه ان شاء الله من برنامجكم التحريف ضيافتكم الى ذلك الموعد الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته 嗯。Yo Yo